عشان بتتكرر كتير في الاختيارات. لازم تتنامس. ها كلمة شاي، شاي معناها ايه؟ صفة. دي معناها ايه؟ خجول. خجول دي كلها adjectives صفات. يبقى شاي معناها خجول. طيب لما يجي لي التعريف بتاعها ايه اختارها؟ ورد يعني قلق او متواجد. قلق بشأن. توكينج تو بيبل، التحدث مع الناس. مع الناس. يبقى الشخص اللي بيخاف من التحدث مع الناس او بيبقى قلقان وهو بيتكلم مع الناس ده اوصفه ان هو ايه؟ شاي. يبقى لما تجيلي الجمله دي اختار كلمه ايه؟ شاي. او كويت، شخص هادي هادئ. خلاص كده يبقى كلمه شاي اختارها لما يجيلي التعريف ده. نيجي التعريف التاني، لما يجيلي نايس تو اذرز، يعني حد بيتعامل بلطف مع الايه؟ مع الاخرين. نايس تو اذرز، لطيف مع الاخرين، شخص كويس مع الاخرين. اسميه ايه؟ ها اسميه ايه؟ فريندلي. او كلمه هيلبفول، مساعد للاخرين. مساعد للاخر، شخص بيساعد الناس برضه هيبقى ايه؟ فريندلي. يبقى عندي تعريفين لفريندلي او كلمتين. نايس تو اذر، ممكن تجي لي سمون هو از نايس تو اذرز، الشخص اللي هو نايس اختار كلمه فريندلي. او يجي لي سمون هو از هيلبفول، الشخص اللي هيلبفول، يبقى اختار كلمه ايه؟ فريندلي. كل الصفات دي اتذكرت عندنا ومهمه جدا، وبتيجي ما فيش امتحان هيخلى منها. انتوا لسه حالين دلوقتي كلمه الشاي. شاي جاي. كلمه كليفر بقى، كلمه كليفر لما يجي لي اختار كليفر. كلمه انتليجنت، انتليجنت يعني ذكي، شخص ذكي. او جود ات سكول ورك، شاطر في المدرسه، حد شاطر في الدراسة، يبقى اسمه ايه؟ كليفر. كليفر، يبقى كليفر بتساوي ايه؟ انتليجنت. عشان لو جات لنا في قطعة ولا حاجة هيقول لي كليفر مينز، كليفر تعني انتليجنت، يبقى كليفر بتساوي انتليجنت. الصوت نركز ما لو سمحتوا. كلمة بولايت، بولايت معناها شخص مؤدب. يعني ايه مؤدب؟ معناها ايه؟ سبيكس كيرفولي، حد بيتكلم بالراحة هادي كده. وايه كمان اهم جمله اهي؟ شوز ريسبكت، يظهر الاحترام، يعني بيحترم الناس في التعامل مع الناس، شخص محترم. خلاص كده يبقى سبيكس كيرفولي شوز ريسبكت. لو جات لي دي او دي هختار كلمه بولايت. نيجي بقى للميسي. ميسي يعني ايه؟ فوضوي او غير مرتب. نوت تايدي. نوت تايدي، كلمه تايدي يعني حاجه مترتبه. طب نوت تايدي غير مرتب. او نوت اورجانيزد برضو دي معناها مرتب، هتبقى معاها نوت يبقى ليس مرتب. نوت تايدي ليس برضو ايه؟ منظم او ليس ايه؟ مرتب. ده مرتب او منظم. يبقى الحاجه اللي نوت تايدي او نوت اورجانيزد اللي هي ايه؟ ميسي. العكس بقى اللي هي اورجانيزد اللي هي منظم بتساوي تايدي او كيرفول، حد حريص. خلاص كده. كلمه نيرفوس، نيرفوس يعني عصبي او متوتر، حد عصبي ومتوتر. هيجي لي الجمله بيقول بيقول اكزامز اي يوز تو بي، قبل الامتحان انا ببقى ايه؟ متوتر. عصبي او متوتر، هنا بمعنى متوتر. ممكن عصبي لو حد متعصب من حاجه، وممكن متوتر لو حد خايف من حاجه. المعنيين يعني نوت كالم، حد مش هادي كده خايف، ماشي. او ورد قلق، يعني متوتر، حد قلقان اللي هو ايه؟ متوتر. يبقى نيرفوس بتساوي نوت كالم او ايه؟ او وورد. اخد بالي التعريفات دي ما فيش امتحان هيخلى منها، لازم هيجي لي تعريفين او ثلاثه منهم، لازم. انتوا شايفين كل امتحان حلو لازم كلمه تجيب، يبقى احفظ الحاجات دي كويس. تعالوا بقى كده، عايزه اوصف، عايزه اوصف حد، يعني انا هقول لكم على حد وتقولوا لي الوصف بتاعه من الصفات دي، تمام كده؟ كريم هنوصفه بايه من الصفات دي؟ شاي. برافو. كريم بيخاف من التعامل مع الناس شويه، وايه؟ يبقى هو كلمه شاي. طيب مين اللي هنا فريندلي؟ عزيز. ادم. ادم فريندلي. مين اللي هنا كليفر؟ انا. مين كليفر؟ انا. واثقه من نفسي قوي، ماشي. مين اللي هنا ميسي؟ مين اللي ميسي؟ انا ميسي. انت اكيد اكيد انت في البيت ازاي بتاكل؟ البيت بتاعكم ايه؟ انت ميسي؟ والله؟ ماشي. حاجه اشوف، حاجه اشوف الاوضه بتاعتك. وانا برضه. مين اللي اورجنايز؟ مين اللي بيحب يرتب اوضته وبينظف؟ انا. انا يا ميس. انت اورجنايز؟ مين اللي بيبقى متوتر على طول؟ انا. انا متوتر. انا ما بخافش يا ميس. عرفنا ازاي اوصف كل شخص؟ البنت ما بتتزوجها بس صوتي مش عارفه. اتنين على الصفات
عندنا الادجكتيفز والتعريف بتاعها، هنشوف هنختار ازاي. اول ادجكتيف معايا فريندلي. فريندلي قلنا معناها الشخص اللي هو ايه، نايس تو اذرز اند هيلبفول. يبقى فريندلي، نايس تو اذرز، اور هيلبفول. شاي، شاي ده الشخص اللي ايه، وورد اباوت توكينج تو بيبل، بيقلق من التحدث مع الناس. كليفر، كليفر الشخص اللي هو ايه، اللي هو ذكي وشاطر في المدرسة. intelligent good at school work. البولايت، شخص البولايت اللي هو speaks carefully and correctly و shows respect، يظهر الايه، الاحترام. ميسي اللي هو not tidy or organized، حد مش مرتب او مش منظم. organized بقى العكسها اللي هي tidy او careful. وبعدين nervous الشخص اللي هو not calm او worried. not calm يعني ليس هادئ، وورد دايما ايه، دايما قلقان. وده التمرين بتاعنا على الجزء اللي احنا شرحناه بتاع الادجكتيفز، الصفات.